مرحبا شباب قبل كل شيء صلء عن نبي محمد أفضل الصلاة وهي بنبدا. لقد أتى الغبي بالجنود اللي يعتقلوا بطلنا والجماعة. مهم منين تولى أطفال الأرباع ونرجع روغ منزاج من كلمة أطفال ورجد يفكر وقائل أطفال أربعة مهارب قتالي وهناك شخص في الذروة ثم النجوم. من مرجح أنه لا شباب الأربعة لديهم خلفية قوية، لا يجب أن نأخذ غمار أسرهم. قال الفريق بان بين غباي ويقلهم الغبي. ها القائد بان، لماذا تضيع الوقت في محادثتهم؟ امسكهم فقط واضربهم حتى الموت، وارسل الفتاة الى غرفتي سيجعلها تتمنى لو ماتت معهم. هل تفهمون ما الخطأ الذي ارتكبتموه؟ يقلمون الجندي يخبروا رئيسهم ان يأتي لهنا حالا او ستكون عواقب بخيمة. ويقول جيرو هو من زوج من كلمة اطفال، ان لم تتنع عن الطريق فالعواقب ستكون اسوأ منه وخيمة فقط. ونعم يرفعون رماح في وجههم. ونرى هل تحضرون لمهاجمة نيقون بطالنا؟ ويقول لا يجد نحن كذاك، ماذا بشأن هذا؟ هل انت مجنون؟ ان كذاك فسأضربك حتى تشفى من جنونك. إن لم تكن تريد مني أن أحضر رئيسي أرجوك انتظر، خلنا نحضر رئيسي. ويطلق الشارة حيث يتفاجأ الجندي السهم مشتت الغيوم. السهم مشتت الغيوم هو على إشارة عسكرية في الجيش، ويحسون بالاهتزازات الأرضية القادمة. اهربوا اهربوا فقط، من انتم يا اشخاص؟ كيف يمكنكم اقتحام مدينة يامبو؟ اهرب بعيدا، الجيش يهاجم المدينة. ابلغ سيد المدينة، ابلغ القائد بان هذا الامر حالا. ونرى ينظر الحارس وهو مصدوم. البطلنا لقد انتهى امري، لقد اغضبت شخصا ما كان عليه اغضابه. وغوان قابل اخيرا من يساويه بعد سنوات عديدة من ارتكاب الجرائم في مدينة يامبو. ويصل الجيش من الطلاب يحاصرهم. ومن انتم؟ يقلم الغبي ولكن يلقت الظاهرة. أيها القائد ماذا يجب أن نفعل؟ هو يقول حسنا امتثال طلبك أحضرتهم إلى هنا، نهض بمعركة حقيقية. ويقول الحارس أو الجندي من أنت بحق هذا العالم؟ هذه مدينة يامبو، هذا المكان تحت حماية القانون، كيف يمكنك استدعاء الجيش من أجل مشاكل شخصية؟ ويبدأ من غوبا يضحك علي. عندما كنت تفوق قال هنا بالعادة كنت تستخدم قواتك وسلطتك، لكن بعدما انقلب الأمر بدأت تذكر القانون. لقد أحضرت بضع مئات من جنود مدينة يامبو قتال أربعة نيق البطل، لكن الآن لقد أحضرت في جندي فقط قتال مئات الجنود الذين استدعيتهم. انتبهوا مقارب الأمر، نحن ممكننا لطيفين في البداية. قائد بان نبدأ القتال، توقف عن إضاعة الوقت فأنا مشغول جدا. لقد وصل سيد المدينة، افسحوا الطريق افسحوا الطريق لأرجوكم، أنا سيد مدينة يامبو ولي انتياو. ويأتي السمين سيد مدينة يامبو ولي انتيان. وينظر لبطان جميعهم أطفال منهم هو مسؤول. ويأتي أبي أنت هنا أخيرا. أبي لقد كان هم من أنظر، لقد ضربوني حتى أصبحت أبدو كالخنزير. وإذا أحضروا العديد من الجنود يعتقلونا، عليك أن تعتقلهم وتمنحهم ضربا جيدا لما فعلوا. وأنا أفكر رسيالهم من فتى غني غبي، لا يمكن تفهم الوضع الذي هو فيه، وماذا كنا سنقحم أنفسنا إذا استمرنا في إتباع عمر هذا الغبي. ويضرب أبي، أيها الغبي أضربهم، توقف عن خلق المشاكل يمين ويسار. أينما ذهبت ستعامل معك عندما نعود للمنزل. ونرى البطلون، أنا سيد مدينة يامبو ونعتذر عن عدم تهذيب ابني جيدا، أرجوك سامحني. لا بأس لا بأس، أنا مستعد للتحدث بشأن هذا في مكان آخر.
لكن جار الجميع يقفون هنا كذا ليس كذلك؟ دعنا نتحدث في مكان آخر. بالتأكيد بالتأكيد من هذا الطريق، دعنا نتحدث في قصري. افتح الاخطار أو النعم الكاذبة أمامهم. مدينة ينبو، قصر سيد المدينة، نراهم جل القاعة جالسين. القتال مع الأخ يوغان كان طريقة جيدة. التعرف عليه يقول بطلنا، ويقول لسيد المدينة أجل أجل كان طريقة جيدة التعرف عليه. وغوان صب له بعض الشاي. أما هو اسمك يا أخي؟ وما هو نصبك في المحكمة؟ اسمي تشين ثانوي، شي ثانوي. لقد سمعت أننا كنا في وضع سيء جدا. لقد كنت محمسا إذا قررت قيادة أخوتي والمجيء لنا الحماية الأولى. ويقول سيد مدموذي، كما أعتقد أنت مبجل وتهتم بحياة الناس في الولاية، غوانغ يجب أن تتعلم منه. هو لقد حدث وأنني كنت أمر من هذا المدينة، وإذا وشيت قليلا مع الأخوان أظن القدر جمعنا معه. من النادر أن يكون سيد المدينة شخص وطني، آسف لكن لدي طلب مختلف لسألك عنه. أرجو أنك أخبرني جميعا قم بواجبات تجاه الولاية والشعب، ليس عليك أن تكون مهذبا. أوه إذا دعني أخبرك، لقد رأيت الأمر في جندي الذين أتوا إلى هنا بأيدي فارغة وبدون أي تحضيرات. تم أن تتمكن من أعطانا بعض من المهن. هيا أعطاكم بعض المهن، نحن نفتقر إلى المهن، كذلك أظن أعطاكم بعض سيكون أمر صعبة. وقال بطانا، يمكنك أن تعطينا بعض من ثروتك، بدأ من ذلك ونحن سنتفقد المجاورة ونبحث عما إذا كان هناك ناقد بعض الصفقات المهن هناك. ويفكر سيد المدينة، أخيرا لقد وصل إلى مطلوب. إذا كنت تريد المال عليك فقط أن تقول أنك تريد المال، فماذا تزعج نفسك بالتمثيل؟ ويقول، لقد دفعت إلى ساحة القتال في سبيل الحماية ولايتك، كان يتوجب على مساعدتك بأي طريقة، لكن أنا أهتم أكثر بالأشخاص الذين يتصرفون بمصداقية. ليس لدي كثير من الأموال أيضا، لكن سأدخل وأوفر المال حتى أتمكن من إعطاكم 10,000 عملة ذهبية. ما رأيك بهذا؟ مستقيم. وهو يفكر أنهم فقط مجموعة من الأطفال، 10,000 قطعة ذهبية يجب أن تكون كافية لهم. وهنا بطلنا بدأ يضحك وجيارونغ، ولا تفاجأ، فقط تلك السهام التي يمكن تغطية السحور تكلف 10,000 عملة ذهبية. لقد استخف بهؤلاء الأطفال. ويقول بطل، يا لك من كريم، لدينا فقط 1,000 شخص، لا نحتاج إلى كل هذه العملة الذهبية. سيجعل الرجال يختارون بعض الأشياء فقط. وهو يشاور جيارون، ويبتسم جيارون بابتسامة يرحل. وقال، أخي ماذا يعني هذا؟ وقال، لا شيء، نستمتع بالشاي. هيا سيد المدينة، وانت أيضا يا القائد، بأن نستمتع بكوب من الشاي معا. ونرى صوت التحطم. ويقول سيد المدينة وهو خائف، يقول للحارس، هؤلاء الشباب لديه الورد قتال في خدمتهم. أخي دعنا نتحدث عن هذا، ليست هذه سرقة. سرقة؟ يقول له، يجب أن تكون مسؤول عن كل شيء تقوله، إذا تفوت بلا فقد تموت. ونرى أسمع صوت التحطم، أخي ليس هناك أي شيء ثمين في قصري، ماذا أنا أعطاك 1,000 قطعة ذهبية؟ وهم يضربون. ويقلبوا الاتيان، ماذا تظنني؟ أنا أحاول أن أغطي على احتياجاتك للجيش وأنت تقول لي أن هذا سرقة؟ إذا كان الأمر هكذا فلن أكون مهذبا. تعالوا نرى، ينطلقون جماعة بطلون عليهم لقيدهم. ويو أيها القائد بان، لكن يصدب بان بالكلمات وهو خائف لا يستطيع التحرك. إذا خالف أي شخص أوامر اقتلوه بدون رحمة. وأنتم تقيدهم، أيها القائد بان انقذني، أبي هذا يبدو فظيعا. وأنا القائد خائف، وأنا رأيت جمعوا الخزينة ثقيل، هيا هيا أجمعوا. هاجرت سيد مدينة بسيط، قد تمكن من جميع ثروة أكثر من تلك الخاصة بعللي سيشابيون. سيد المدينة بسيط بيملك كل الثروة في قصره، يوجد هنا 1,000,000,000 عملة ذهبية على الأقل، فقط كم مجموعة من ابتزاز المواطنين. إذا بلغنا عن أمر سيتم قتل على تبعك ملاب، بلغنا عن ماذا؟ سيد المدينة أول انتيان رجل صادق وليس فاسدا أبد، لكنه مفلس تماما. هل رأيت أي ثروة في قصره؟
أم ده صادق؟ لا، إذا لم أرى أي شيء ماذا عنك؟ أنا ولا أنا أيضا لم أرى شيء. ويقول مغباي: خزينة سيد المدينة فارغة، إذا لم تصدق فانظر بنفسك. أجل أن أصدقك بالكامل. وأنا أصرخ عليهم: لا يمكنكم لمس هذه الأشياء وستموتون. إنها تنتمي للأمير الأول، إذا تجرأتم على توسيخها بيدكم عائلتكم بالكامل ستموت. ويأتي بطلا يقول: أوه، لا عجب هذا، إذن هي تنتمي لأمير تشينغيان. هذا يمنحني أسباب أقل للتراجع عن ما أفعل. سأخذهم جميعا دون سعادة، بأخذ الخزينة جميعا. لقد أخذنا الغنيمة. لقد أخذت الأحجار ومواد الصقل. ويقول بطل: لا زال هناك بعض الكنوز المتبقية، الأسلحة والأدوية تقاسموها فيما بينكم، ستكون هذه مكافآتكم. سيد الشعبيون، ماذا نفعل بهذان؟ هل يجب أن نقتل فقط مثلنا ومتبع الأمير الأول؟ فالأمر لا يهم أبدا. وقلوا لأخي الشعب: لا تقتلني، أرجوك لا تقتلني، خذ كل الأشياء، لم أعد أريدهم بعد الآن. لقد أخذنا بالفعل كل ما ساب جيد الجمع طوال حياتك، خذ حياته، سيكون فقط ماديا بالأمر. اكمل عملك، سأعود بعد بضع سنوات. ويدركهم ويخرجون إلى الخارج. وأنا أصدقون: اكتب رسالة للأمير الأول، حال أريد أن يموتوا الأشخاص، أن يموتوا، أن يموتوا. لكن يأتي خادم سيدو وهو الشاور: حقا، ها هذا عظيم، لله إلى جانبي. بسرعة اكتب كل ما يحدث هنا في تقرير للجنرال سانخيا. اذهب. هنا ينتقل بطلنا إلى الخارج. قوموا بنصب المخيم إنه وقم التدريب عن يقتل، ولكنه يحس بشيء قادم من بعيد، وأيضا طلاب، ويحسون باهتزاز أرضي قوي. ليستعد جميع المعركة في المراكز. ما كان يجب علينا أن ندع هذا اللويانتان يعني يعين شيء. لقد أحضر رجال مواجهتنا بهذا السرعة، لكن ينظر بطلنا: هناك خط من القوات دفاعية المدينة ينبو، مؤلفة فقط من 5000 رجل، كما أنهم لا يمكن هذا العدد من أحصنه. الجيش هذا. ونرى يتقدم جيش ويخرج من الغبار، جيش الأسد. سيشابيون، ماذا يجب أن نفعل؟ هذا جيش حقيقي حقا، لديهم 100,000 جندي على الأقل. إنه جيش الأسد يتقدم محاصرهم وهو يزهر. جيش الأسد الذهبي لم ينهزم في حدود ولاية بايزان. لماذا لا يزال يمتلك كل هذا العدد من الرجال؟ ليس هذا فقط، جميعهم لا يزالون بصحة جيدة ومستعدين للقتال. ألقي نظرة على ملابس الحرب الأحصنة، هل يبدو عليهم أنهم خسروا حرب على الحدود؟ هل تظنهم هربوا من دون قتال؟ وأنا أتقدم: من أنتم يا ناس؟ كيف تتجرون على سرقة مدينة ينبو؟ جنرال جيش الأسد الذهب سانغلي شوان: نحن رجال الذين خسرنا الحرب على الخطوط الأمامية، عدنا للمدينة ينبو تكي سلطتنا. ونرى غاضب جدا: أنت تبحث عن موتك. وأنا ومخافين الطلاب ومحاصرهم بزئير الأسد، ويسمعون صراخ لا يستطيع مقاومة. لكن يتقدم جي وتفاجأ لور قتالي ويقولهم: جي، من أنتم أيها الأشخاص بحق الجحيم؟ لقد مرت فترة يا سانغلي شوان لم تتعرف علي. يتفاجأ جي: مين؟ لقد أصبحت لورد قتالي، بل فعل الحظ جنرال ساغ. ماذا يجري هنا؟ مثلنا جميعا نتبع الأمير الأول، لماذا تسرق من مدينة ينبو وتجعله من أمور صعبة على أول انتيان؟ لم أتابع عند الأمير الأول منذ مدة بدلا من ذلك. أنا أتبع سي الشابيون بكل قلبي. الأمير الأول لم يعد يخيفني بعد الآن. ويتفاجأ: بما أن هذا هو الوضع، لن أكون مهذبا معكم بعد الآن. ومن هذا الطفل؟ أنا رئيس الشؤون لوجستية جيش الشرق. لقد أتينا المدينة ينبو لنتزود المواد التي كانت تنقصنا.
سيد المدينة وولي انتين، كان كريم اللي يعطينا من كل قلبه كل الدعم الذي نحتاجه، يا له من كرم عظيم. عندما نعود سنبلغ الامبراطور الامر ليقوم بتكريمه بالسخاء. هنا يفكر، لقد تلقينا رسائل منذ بضع ايام فقط، فهوها ان امبراطور اصدر مرسوم للجيش باستعادة مدينة شينين الذهبية. لم يكن نظن ان سننتقل بهذا السرعة. الجيش الشرقي، لماذا هناك قليل منكم فقط؟ مسار الجيش هو امر بالغ السرية، نحن نتبع الاوامر فقط بجمع الموارد. جنرال سانغ، يخرج واحد خلفه ويشاوره. ليتفاجأ بطلنا بيكون هذا الشخص لي. تتبعون الأوامر يا لمن هراء؟ لقد تجرأتم على الكذب، خصوص تلقى أوامر عسكرية. الكذب وسرقة مدينة بو، يا لها من جرائم تستحقون الموت عليها. اقبضوا على الجميع، اقتلوا كل من يرفض الاستسلام. يا علم، من أنا يطلق الجيش؟ خطر الضغط، 100,000 جندي. نرى الجيش يتقدم، قتل قتل. نرى يتقدم نحو الطلاب، الطلاب خائفون. ويقول لي، أنا أتساءل كيف ستموت الآن. ونام يقفزون الطلاب ويقولون، بطلنا إلى جميع القوات، تفرقوا وقوموا بهزيمة معتل الآخر. بلا بكلمة واحدة ملاهم الحماس للقتال وينطلقون بنية قتلهم على الحارس الذي يتفاجأ الجندي، لكن يقضون عليه. خرجوا منتصرين من هذا الجندي الأول، لقد سقط ميتا، وثم الآخر تلو الآخر. ثم يسمعوا بسالم قادهم سان، لقد قضى عليهم الطلاب على الجنود. ويتفاجأ هذا جميع الهولاد، جنود محاربون قتاليون، كيف يوجد جيش كهذا؟ ويفكر، على الرغم من المحاربون قتاليين أقوياء، لأن كل ما يمكنهم فعله هو هزيمة 100,000 جندي. ليس هناك أي وسيلة يتمكن من فرار من حصار جيش مؤلف 104,000 جندي. ويقوم بطلنا، أحسنتم جميعا، الآن استخدموا التقنية للقتل، قوموا بتشكيل وحظروا التوجه جنوبا. علم، وانا يطلقون اصبع اله الذبح، قتل. اوقفوهم اوقفوهم، عليكم بقافهم مهما كلف الامر. يصرخ عليهم ويطلقون لسان نحو اصبع الذبح اله الذبح، ولكن لا فائدة. اصبع اله الذبح يخترق ليقضي على الجنود. ويقول لي، كما توقعت، ليونشياو شيطان سيصبح تهديدا كبيرا في المستقبل. هو الوحيد الذي يقود التشكيلة، إذا تمكننا من التخلص منه فستتمكن من اختراق هذه التشكيلة بالطبع. وهو يصرخ عليهم، ويقفز القائد سان، ليس هناك وقت لنضيع، بالانتظار سأقوم بإيقاف جيمينغ وأنت ذهب وقت ليونشياو. ويخبره من خلف حراسه، يا أخوة الكبار، على أن تأكد من قتل ليونشياو هذه المرة. إذا لم يعد ذلك اللقيط محظوظ اليوم، لأن كنا نحن الوحيدين الذين قد نعاني، بل قد يدعي أمر سيدنا أيضا. أجل، أنا أجد شريرا أيضا. هيا الأصغر، خذ راحتك، نحن سنعتني به. ويطفزوا، حسنا، إذا توحد كلاكما فمن الأفضل أن ينتهي به الأمر ميتا. ونام ينطلقون ويقاتل جيمين غسان. سيشاب ينكض حذرا ويهرب بطلنا قبل الجيت. إلى جميع القوات، فتركزوا على التوجه جنوبا، لا تشتتوا. ويفكر بطلنا، مواجهة ملكين قتاليين وجها لوجه، أنا ليس بذلك الغباء. يجب أن تكون قوات شيندغان قادمة من الجنوب في الوقت الحالي، عندما تصل سيكون قد رد الهجوم حينها. ويصرخون عليه، أنت تحاول الهروب؟ ويرمي عليه بهجوم قوي. ويقول بطلنا، تحاول أن تقتلني، لما تقتل رجالك أولا؟ ويقفز قفزة مقايضة مشي القمر السفلية، يأتي على جنوده لأن هجومه يجري على أتباعهم. لا تفكر حتى في قتل جنودي، هذا اللقيط ماكر جدا، لأنه يستخدم جنودك كدرع. ولكن لم يتم بجنوده يتقدمون. ابتعد ليضرب جنوده. وصرخ سانغ، توقف عن قتل اتباعه وشريك الوجه الاخر.
لقد فتحنا طريقا نحو الجنوب، الجميع هربوا ويتقدمون الطلاب لكنهم محاصرين. قم بقت المرافق الانشياء ونرى ما اذا كان سيستمر في الهروب. انا رئيس مال الانشياء ولكن ياتون علي، هم اللي يهجمون على لي وصديقه وذو الشعر الاحمر. لي في وضع خلافه جانبا كفارس، ولهل انتهى امر بايتشين فان كفنان قتالي. ويطلق شينفينغ ذا الشعر الأحمر هجوما نحو العدو، ويقول هذه سهلة للغاية ليتصدى لهجوم شينفينغ قرص الفساد الروحي. يطلق هجوما نحو لكن هو العدو يرمي أما بهجوم قاسم الجبال لزورد القطب المجنح، ليتفاجأ أن سلاحه تحطم ليضربه ضربة قوية. تشين فينغ يصرخ علي لين فين او نسيت اي لين، وانا راح امسك تشين فينغ. موتوا ايها الحثالة، لين ليو ابتعد من هناك. تصرخ علي لين لاندو ويصرخ على لين لاندو لا تذهب الى هناك، لين ليو ابتعد. يتدخل بطلنا خلف العدو لحو سيف اللوتس، لكن العدو دار ليهجم على بطلنا ويتفاداها ببراعة. انسحب مع تشين فينغ وابحث عن جيارون، اذهب ونحمل ويهربون. اخيرا توقفت عن الهروب، الان يمكنك الموت. ويهجم بطلنا ويتفاداه ويقول له توقف على التفادي يا الوغد، صد هذا ان كنت رجلا. ويقول لك كم مقدار نزالتك يا اللورد القتالي، ضد محارب ولا زلت تريد تذم حول التفادي جبنك يتعدى الحدود. اللعنة، لقد استنزفت تقنية تدي السفلي لأقصى حدودها، ان استمر هذا المطول ساموت. إن أنا مقدار تحملك. ويضحك بشكل شرير ويقاتل بطلنا، وانظروا لي وهم خايفين بطلنا. جميعا هاجموا معه وانقذوا السيد الصغير يون. لا تنسوا من علمكم التقنيات القتالية، تشارك الغنائم معكم وانقذكم عندما كنتم في خطر. إن كنتم رجالة فتأتوا معي، تعالوا سأبرح ضربا كل من يبقى هنا الباقي حياتهم، ولكن الباقي خائفون مني القتل. يطلقون هالنذب، اقتلوهم جميعا، اقتلوا ذاك البغض، كل من سيساعد سيموت. الى الجحيم راسك سيكون من نصيبي. نرى يتقدمون بعنية قتل، اصبع الى الذبح، يخافون الجنود منهم. يبدأون القتال بالشراسة، جيمين ومع قادم سانغ. اللعنة، تقنية ستقتل كلانا معا، هذا الكم من الناس له جنون. يتقدمون بالنية القتل الى الذبح، انهم قادمون نحو الجنود، انهم هنا. جيارون قدم، جميعا فتفعلوها حالا، التأسيسات هنا. يصرخ عليهم جيرون، 400,000 شخص اقتلوهم جميعا. ويتقدمون بإصبع إلى الذبح، أخيون ما الذي تفعل؟ ساعد الأقوام في قتل ذلك الشقي. يصرخ علي ليو، ونرى هو يهجم علي بطلنا. انظر إلي، لكني القتل، يتفاجأ أنها فوقها. انظر إلي وتأتي، ما هذا؟ لكن إلى أصبع إلى ذبح، أتى لي مباشرة. ما هذا؟ بحق الجحيم ليسحق مع الأرض، ونرى الصدمة على الجميع. أتى لي، نرى رمحا، لقد ضربني أصبع إلى الذبح، لا ترى تتلاشى. ونرى متعبين استنفذوا قوتهم. ويصرخ عليهم بطلنا، تراجعوا لا تهتموا لأمري. ويفكر، أصبع الإله السفاح الزسف كلني القتل وكيوان التي كانت لديهم، ما ذلك تمكنوا من قتل لور قتالي.
الأمر الجيد أنه خاف 40,000 رجل من جيش الأسد الذهبي، لذلك لا يجرؤون على المهاجمة. ونرى مصدوم لكن بغضبها وغدا الوغد سأقتلك لينطلق. ليونش ياوك عدو اللدود يجب علي قتل مهما كلف الثمن. جميعكم توقفوا حالا. وراء قاتل بطلنا ذلك الصوت هنا يتدخل. لقد أصبحت أقل خفة الأيام، لم تعتد على فقدان ذراعك حتى أجلك أبحام حتى الوصول. شياو كينغ أخي الوغد، أخي شياو كينغ وانك اقتل ليون شياو بسرعة. نرى تقدموا سوية لقاتل بطلك، نراك ستتمكن من هرب هذه المرة. وأنا حاصل بطلا وبطلا تراجع. أننا مرمق مقاتلتهم كلهما في آن واحد. نرى بطلنا تم جرحه ونرى قادمون قاد شياو والمجموعة كلها بسرعة. لا أحد بإمكان إنقاذك هذه المرة، يقول لهم لي ويضحك بشكل شرير ويضرب بطلنا للأعالي ويبتسم هو صديقه ما أدري أخي. المهم فالتمت ويهجمون علي بهجوم قوي، لكن بطلنا يمسك شيئا لينشا على نفسه ودرعا. ونرى الهجوم وتم التصدي لي. يتفاجأ لي أيها الوغد إن ذي تشعر واحدا من ليشياو، سأقتلكم جميعا. حتى المعلمة تتفاجأ ببطلنا وهو يبتسم لهم. لقد فات الآن. ونرى يتم ارتفاع قوة بطلنا لتفاجأ لإيوة. نراه ترتفع على وعلى الكيخة ترتفع بحد اللعنة حتى لا يمكنها قتلك. نرى يخرج أكسيرا من جيبه ويلتهم أخي. نراه مصدوم من ذاك الآخر ليتحول الشيطان قرد. كيف عساني أن أرضى لم يموت هنا. ونرى يتم التحول إلى قرد والتفاجئ. ماذا كان قردك كل هذا المدة؟ هذا سخيف. القوة التي بإمكان ذلك القرد فرضها مساوية القوة حاكم قتالي. الحبة الشيطانية إنها حبة شيطانية. تفاجأ معلم له وتذكر معلمة الحبة الشيطانية. يتم صقلها بواسطة دم وروح الشيحش الشيطاني. حتى بعد استهلاكها سيكسب أحدهم قوة شيطانية مؤقتا، لكنها تسبب أضرار جانبية خطيرة. إن لم تكن حذرا سينفجر جسدك وتموت. نيوشياو يجب أن تصمت. وانا يضحك القوة شعر بطاقة قوية. ليون شياو يمكن اخيرا هذا اليوم. وانا شياو يقول له نعم يجب علينا انهاء هذا. وانا يستعمل 4 عناصر او العناصر جميعها. هذه 4 عناصر، كيف يمكن هذا؟ اللوردات القتاليين ينفذوا العناصر 4 فقط، هم من يمكنهم استخدام هذه القوة. لماذا اشتدت قوى الرياح؟ نرى الغيوم بدأت تتحرك نحو بطلنا. ونرى معلمة لو تنظر إلى بطلنا بفجأة. وترى بطلنا وروحه غوفيان في نفس الوقت. وبدأت البكاء الآن. الغيوم والرياح فلترتقي. لا أعظم السيد الأعظم قد عاد. الرياح والغيوم فلترتقي. ونرى أنشاغ يدا من غيوم نحو الذئب ليقتله كله بسببي. ونرى يشير بيدي حيث يد الغيوم. ونراها وصلت تسحق الذئب. الجميع مصدوم من هذا. حتى ليخاف من الضرب وليسحقهم سحقة قوية. الجميع طاروا ولكن الطلاب جميعا بقوا واقفين. لقد طار بعض الطلاب وقد تمسكوا بالأرض جميعا. يونشياو هل أنت بخير؟ قال شياو يتقدم نحو يمسكه ويقول إن احتضنتني المعلمة لي وسأكون بخير.
وانا راح اجي العيال القرف، ويقول ويضحك القائد مالت لا زال ممكن تغازل مع مباراة في حالتك، يبدو انك بخير. ويقول القائد شيا وشيا هنا، وينظر الى مع الملوك، والان حان دورهم ويتقدم نحو الحفرة التي حدثت. وانظرون ويجود شخص آخر بدلا ماذا يحدث هنا؟ القرد العملاق هو الذي ضرب بتلك التقنية من قبل، كيف تحول لشخص آخر؟ أين ذاك القرد؟ هل هرب؟ مستحيل، رأيته يضرب بذلك الكف بعين هاتين. وانا اتلقى الساقي مصدوم، كيف ضربه لي حتى انني لم اتمكن من رؤيته؟ ويتقدم لي القادة الثلاث، ونرى خائف انا في ورطة كبيرة، والطلاب يطلقونني القتل محاصرين الحراس الاسد خائفين ايضا، وجيار ساعد بطلنا مشياو كيف نتعامل معهم؟ ما صخر يمسان، أنا جنرال جيش الأسد الذهبي مكلف بالتحقيق والقبض على سارق مدينة ضياء الشمس، بأي سلطة أنت تعاقبني؟ ويفكر، مهما حدث يجب أن يأتي بعذر منطقي ومقبول، أنا في منصب عسكري مرتفع لذلك من لا يعبثوا معي. وقل بطلنا يون، بأي سلطة؟ أخبرها بأي سلطة يا جيمين. ويضربه ضربة قوية، ونرى يقفز عليه مرة أخرى، ضربات مرة أخرى وضربات متتالية. ويقول توقف عن إيذائي بالفعل، ويقف بطلنا أيضا، ويقول لا تعلم لماذا؟ ويصرخ عليه ساغا أمام الأم والجنود خائفين، أنت كبير بالفعل لكن لا تفهم دع قبضتي كي تتكلم، كيف أصبحت لورد قتاليا حتى؟ على الأقل ستموت عارفة سبب برا موتك. وأنا لم أتفاجأ، ماذا ستقتلني؟ ستفعل ذلك؟ أنا ذو مكانة مرتفعة في القصر، والجنرال يدافع عن البلد، ماذا عن القانون الإمبرالي؟ هل سيوافق الإمبراطور على هذا؟ ويقول لبطلنا قوانين والتعليمات هم لا شيء بالنسبة لي، لكن جعل على وشك فقدان حياتي من شأن إصدار حكم بالإعدام. ويتقدم قاتشين فغم شو اسمه المهم أساك أنغليكون استخدام سلطة المنفعة الخاصة وتحالف مع العدو، لأجل هذا وجب أن يموت لألف المرات. قائد العام تم إعداما، نواب القائد استعدوا تقدموا، نواب قائد جيش الأسد الذهبي هوان هونغ وهو مان يحيون قائد تشين. لقد رأيتم كيف تحالف كانغوليكون مع العدو، صغير رسمية تشكيلة جيش الأسد الذهبي، هل لديكم أي اعتراضات؟ أمرنا كما تشاء لن نعارض. حسنا، سيتبع جيش الأسد الذهبي الترتيب الأساسي، هوان هونغ ستتولى القيادة، إن عقوبة الهروب من الماركة ومعارضة الأوامر العسكرية إلى الإعدام، هذا فرصة لك لتعويض أخطائك الماضي، أرجع إلى الخطوط الأمامية وقم بحماية وطننا. وبدأوا يصرخون، نعوض خطأنا الماضي أو نحمي وطننا، نعوض أخطائنا الماضية ونحمي وطننا. مدينة ضياء الشمس مكان قام اللورد المدينة السمين. حسنا، هل تعتقد ان جناك يمكن اساعد ثروتي؟ وقلبنا بالطبع، جناك هو قائد جيش الاسد الذهبي وورد قتال عظيم، لكن ابي يضرب ضربة انا لم اسألك. قائد بان ماذا تظن؟ ويقول القائد بان استعاد ثروتك ليست مشكلة، ولكن سيكون من مستعد جعل كان ليكون يبصقها كلها، كنت عارف، ولكن سيظل هذا افضل من خسارتها كلها. أمل أن يمسكوا لك اللقطة الصغار ويعيدهم على قيد الحياة، أحتاج أن أمزقهم مربا قطعة تلو الأخرى. ويأتي خادما، لورد لقد عاد جيش الأسد الذهبي. ويبدو سعيد، أريت لك اللقطة الصغار؟ ويقول نعم، لقد كانوا وسط الحشد أي يكن. ويبدو الضحك، هذا عظيم، سنكسر كل عظم بأجسادهم. هم يحاولون الخروج، كيوان القائد بان نذهب ونحرب بعود الجيش، ولكن يأتيهم بطل لا تعب نفسك لمزقهم ربعا.
يمكنك أن تتولوا جميع الأمور الدارية في مدينة ضياء الشمس مؤقتا. أنا بطلنا واقف وأنا ربان خايف، لا تخذلوني. وأنا جيش المركزي خيمة القائد العام. ماذا تعتقد هم يخططون؟ سخيف، أما زال بشريا على بطلنا. لم أرى أبدا نية القتل السوداء الزرقاء التي أطلقها الجيش الطلابي إلا من القتلة المتسللين في حال سكر على الدم. إنهم مثل قاتله. هناك أسطورة قديمة تقول إن إذا امتلأ الساحة المعركة بالدماء وتشربت القسوة سينزل إله القتل. في الأساطير كان إله الموت مغمورا بالتشيد الأسود والأزرق، وكان مغطى بالموازين لا يمكنك أن تنظر إليه مباشرة في عينيه. أيها القائد، هل يوجد مثل هذا إله حقا؟ سيكون هذا رائع جدا. في ساحة المعركة نية القتل ذات اللون الأسود والأزرق، هذه لها اسم آخر أقدم، راميان، تشير إلى القوة القتل كل شيء. وانتقلي، كيف أن لنا أن نشهد على الامتداد الكامل للطريق في القتالية؟ نية القتل هي أيضا نوع من القوة. يجب أن يكون هناك بعض الأسياد ممن يتخصصون في هذا المجال. نادرا ما ترى تقنية الصقل هذه. كيف يتعلمها يون شياو؟ حتى أن مرر بهذه التقنية السرية لألف شخص. أنا متأكد من أحد الخبراء يساعد يون شياو خلف الكواليس بوضع رمانيا بجانبا. إنه يبلغ من عمر 15 عاما فقط، هذه رام، لكن بالفعل كيمياء من الدرجة الثانية ومحارب عسكري من لفة 8 نجوم. قوتها الحقيقية هي على مستوى سيد قتالي عظيم. حتى لو ضربتني حتى الموت أرفض أن يصدق أن ليس لديه معلم. هذا صحيح، المعلم الذي يدعمه يجب أن يكون شخصية مميزة للغاية. على مسار فنون قتالية، اللورد القتالي لم يلمس السطح حتى. على مسار فنون اللورد القتالي لم يلمس السطح، يجب أن يكون هذا الشخص أقوى مني بكثير. وإذا بطلنا، ويقول المعلمة، يونشياغ لديك دليل على الأقل، ليس كذلك؟ إذا لم يكن مخطئ، التقنية التي استخدمها يونشياغ يجب أن تكون تقنية السيادة العسكرية كازا غوفيان. كف الغيوم والرياح العظيمة. يشاع أن غوفيان اتخذ 5 تلامذة بالمجموع. ناض أعظم تلامذة هوتشيان تشو اللي يصبح حاكم عسكري قبل 3 سنوات في مدينة جليد مقدسة. تلميذ الثاني موشيا شوان من عائلة مو في مدينة حديد الداكن. لم تكن هناك أخبار عنه في المعقد الماضي. سمع التلميذ الثالث جونوريون أصبح مستشار لأحد الإمبراطوريات الثلاث العظيمة إمبراطورية غوو. كان التلميذ الرابع هاوليان شوانهان في مدينة المرتزقة يقاتل من أجل منصب ملك المرتزقة مع زعيم مجموعة من المرتزقة المشتعلة، وذلك فقد كانت جهود غير مثمرة حتى الآن. التلميذ الخامس يانغ دي هو أكثر شخص نحن على دراية به. سمعت أن أصبح بالفعل منقي من الدرجة السابعة من فيلم إمبراطور. لا أعلم كان صحيح، إذا كان الأمر كذلك كان يجب أن يكون قد توجه بالفعل إلى بحر التحول الإلهي. كلهم أسماء كبيرة، إنهم أشخاص لديهم تأثير كبير. إنه بالتأكيد ليس اللورد يانغدي. بعد ما حصل مع موشوان قد أقسم أن لا يخطو خطوة واحدة إلى تيانشي مجددا أبدا. تاغو واحدة من امبراطوريات الثلاث العظيمة. إذا رغب جون وروي في تعيين ليون شياو فعليه فقط أعطى الأمر. حتى امبراطور الشهر تفجر ستظل صامتة. حالة في غابة تشينجي بمدينة مرتزقة أخذها في التغير باستمرار. لم يكن بإمكان هاوليان شوان القدوم إلى بلد صغير مثل تيانشو توجيه ليونكسيا ومدينة الحديد المظلمة بعد منها. حتى ما لم يصل إلى عالم حاكم القتال وسط شطر الفضاء والوقت، ما لم يكن لاتي مثل هذا المكان البعيد. هذا يعني إن من يدعم لين شياو هو الحاكم القتالي هو شيانشو حاكم قتالي. يون شياغ، ماذا تظنين؟ أنت أكثر شخص يفهم غوفيان بيننا هنا.
والقائد له من تعتقد انه من المرجح ان يكون؟ وتقول لماذا يكون واحد من خمسيتهم من بين خمستهم؟ هل اي شخص اخر بجانب تلاميذ خمسه يعرف تقنيه كف الغيوم من الرياح العظيمه؟ وتقول بالتاكيد على الاغرم، على الرغم من اني مقابل خمستهم ولكنني متاكده لم يتعلم ينشئ كف السحابه والرياح العظيمه من اي منهم. ويتفاجأ ويقول هل ممكن ذلك؟ وتقول بالتأكيد انها اللورد غوفيان بنفسه. يقولون جميعا غوفيان سيستحيل، غوفيان لقى حتفه على جبل تيان دانغ منذ 50 عاما، الجميع يعلم هذا. وتقول لا أحد على هذه الأرض يمكن حتى أن يقتله، يجب أن يكون قد عانى فقط من إصابات حرجة وانتهى بالأمر في تيانشي بطريقة أو بأخرى. ان لابد انه اصبح ايضا معلم يمشي او بالصدفة البحتة. نعم يجب ان يكون الامر كذلك، يجب ان يكون اللورد غوفيان. قتل قلبي يقول ذلك، قلبي هذا السلوك الذي من شأن ان يهز السماوات وهم يفكرون، هذا الاسلوب المزدرع من غير قد يتمكن تمريره لهم. لذا انت تقولين ان المحطم العسكري العاهل على قيد تالي غوفيانغ ليس فقط على قيد الحياة ولكنه يختبئ حاليا في تيانشو، ليس هناك تفسير آخر. إذا كان اللورد غوفيانغ الإنسان يخدش السطح فإن اللورد العسكري يشبه قرف الكلب بالنسبة له. إذا كان هذا الأمر افتراضي صحيحا، إذا سمع أي أعداء قوية بما يكفي لصيب غوفيانغ بهذا. وانا صاعقة صاعقتهم، ليس فقط تيان شو لمن سيتم تدميره ولكن كم امبراطورية شعل القصف ستشارك نفس المصير. هذا الموضوع ينتهي هنا، لا سيناقش هذا بعد الان. وتقول معلمة ساقول هذا الاول، اذا اراد اي منكم تنشر هذه المعلومات تعرض الخطر، انا لويون شانك ساد حورة شخصيا. القادة لو أطمئني لدي علاقات جيدة مع لهان وعلى لي، نحن في الأساس أقرب من الإخوة. شيانغ تشين وهانغ أيضا تلقى لطفهم، لذاك لا ينتصر بأي شيء على الإطلاق. لا عجب، لقد بدت تقنيات العلاجية متقنة وفعالة للغاية، لقد تمكن حتى من تنقية شيء صقيع الذي تراكم العديد من السنوات. يونشانغ يمكنك أن تدعي أن جميعنا حلفاك، ولكن يأتي تقرير جنرال سوف نصل إلى مدينة المياه الحميدة قريبا، هل نعبر خلالها أم نلتف حولها؟ اللورد مدينة المياه الحميدة تشو هو نيان يعمل أيضا تحت أمر الأمير الأول، دخول المدينة سيكون غير لائق، فتأمر أن تلفوا حولها. انتظر لحظة يا تيمينغ. نعم سيدي. جنرال سيد شياب يوي يون يتمنى أن ترك الجيش يرتاح، وأمل أن تسمع لي بجلب نفسي وجيش الطلاب دخول وطلب بعض الإمدادات. 9 إمدادات؟ هل استخدمنا أي إمدادات أنا؟ كلا، السبب هو رجاء انتظر لحظة وراها يفكر ويقول له سنستعير فقط بعض المال من الأمير الأول ملك الذهب سيد يون، سوف نعيد يوما ما. هذا بالتأكيد سلوك لينشياو. أوه نحن جيش يرى وصالح ولسنا لصوص، كيف يمكننا؟ ويقول للقائد انتظر، الصراع على العرش مستمر حاليا، من خلال القيام بذلك يمكننا تسديد ضربة خصمنا أثناء جنيف فوائد لأنفسنا. لديك عود بخور واحد، اذهب. عود البخور ياخذ مني 5 دقائق إلى 15 دقيقة، سوف ننتهي قبل ذلك. أشعر أن الجنرال يتعامل إنشياو جيدا، في الماضي لم يجرح أن يفكر بكسر قوانين هكذا. مدينة المياه الحميدة يستقبل اللورد المدينة تشوهونيا محظية 27 يوم، العديد من الضيوف فشادوا به ومدحوا كثيرا، وكان جميع سعد تشوهونيا لورد مدينة المياه الحميدة. وانا ينظر الى حارس جاء خادم، لوردي نحن في ورطة، ظهر جيش ضخم في الخارج فجأة، ربما أن القائد فقد تهنئتنا لكني لا أتذكر وجود أي معسكرات قريبة. جيش الشرق المتقدم يمر، لقد جينا طلب الإمدادات، لورد تشو من فضلك اكمل ما تفعل. لم يهتم به، رجاء مرر هذه اللوحة هنا، شكرا لك.
كيف تجرؤون وانا ياخذون امدادات من الحفل ويذهبون؟ راح العرس فتمسك بولاك اكل، لقد قطع المبنى النصفين، ولا هاجم حقا ليقطع المبنى نصفين، ونرى خائف قطع المبنى. ساعدوني، لقد بلل اللود بن طالب، كانت تلك الضربة الأمير الأول. الجنرال يمكن يثبت في التحرك مرة أخرى. انظر لحالك، يجب أن تكون حصلت على القليل من كم عدد عملات ذهبية التي حصلت عليها. قد لا تكون مدينة مياه حميدة مزدهرة مثل مدينة ضياء الشمس، لكنها لازال مدينة رئيسية في تيانشوي. أظنك حصلت على ما يقل عن مليون قطعة ذهبية. مليون؟ هذا كثير جدا. نبنى يتفت حوله، لم نحصل على هذا القدر. يقول له جيمين، لم يكن حتى عشر ما حصلنا عليه من مدينة ضياء الشمس. لقد نهبتم مدينة ضياء الشمس أيضا. لا عجب أن الرحلة كانت سيرة حتى الآن على ما حصلتم هذه المرة. لم أقم بحصان بعد، ولكن فقط اتلا في مليون أو أكثر قليل. إذا أحسن الكنوز وباق التعب ومصدومون حوالي 100 أو 200 مليون. ماذا بحق الجحيم؟ 30 مليون قطعة ذهبية، 200 مليون باعتبار الكنوز، ليس حتى 10 غنائم. مدينة ضياء الشمس حتى ان وضعت جيوش الدولة بكملها ما قد تحصل فقط على 1 مليار عملة ذهبية تمويل عام واحد. كيف حصلوا على الكثير من المال؟ احتاج الى ابلاغ سيشابيون. ويرحلون وهم مصدومين من الخبر. أبتي لما رقدت الكثير من العملات الذهبية في حياتي كلها. لقد أصبح الأغنى في البلاد منذ الحرب الأولى. أنا موافق، لقد شدت قاس سنوات عديدة، ولكن بخلاف ما هو موجود في الخزينة العسكرية لم أرى هذا المبلغ مطلقا. متى يمكن التقاعد ونعم بالثروة؟ ويبكون تبا، إذا لا تلمنا لما سيحدث تاليا. أبتي، ماذا تنظر لمعسكرات جيش المعرفة؟ عدد أراضي الأمير الأول أمامنا، 1 2 3 4، فقط 5 لا يكفي. يمكن أن نسلك طريقة أطول لننهب 3 مدن إضافية. سوف يستغرقنا الأمر 2 يوم إضافيين. إلى تشانغ فين، لن يمانع إذا استغرقنا 2 يوم إضافيين. نحن موافقون. يبدو أن سعداء بالسرقة. يروح رحلة جنرال لونغ الطويلة للنهب. تم النهب 6 مدن في الطريق في رحلتهم، والرسائل تقود إلى الأمير الأول. اللعنة يضربه الرسائل. شياو كينغ وانغ تشين داشين، سأنتقم منكما. هل تمنى بمكان آخر؟ لقد وصلت إلى مكانتي هاته لأنك تتلقى الثور وهؤلاء اللوردات على مر السنين. الآن لم تقطع منابع الدخل خاصتي فحسب، لكن كل من القوات الرئيسية وقوات الأسد الذهبي قد اختفت. لقد خارت قواي في عدة أيام فحسب. كيف ترى هذا التغيير الجذري؟ كان لي محقا. ليون شياو هو الآن حقا مثل أن أصبح ذو تأثير وانحياز الكينيوي. قواه بدأت تخور. لا نعلم حتى مكان تواجد لي، بالإضافة لذاك الماكر الآن هون بدأ يبدي موقف أيضا. لا يؤمن أحد بي. سموك فتادة، لا تنسى شان بطاقتك الرابحة. حتى لو تحالف العالم بكمل معهم سنكون بخير. صحيح، هذه بطاقة الرابحة الكبيرة والوحيدة. حسنا، فتنتظروا يا رفاق، نرى كيف سيقضي عليكم. بعد 8 أيام من مدينة السلام الأبدية إلى مدينة ضياء الذهبي. نعم ينتقلون. ستصل القوات إلى المدينة السلام الأبدي، مدينة صغيرة تقع على مشارف مدينة ضياء الذهبي. أثناء الحرب هي تعتبر مجرد تعزيز ضئيل. مدينة السلام الأبدي، نرى يرحب بهم اللورد مدينة السلام الأبدي يوان زين جين. أعلم أنها كانت رحلة طويلة، من فضلكم اتبعوني إلى المدينة. إن أراد بلد المياه حركة، تقدم
للغرفة أول قام لامس تكون في مدينة السلام الأبدي. بمجرد وصول القوات الرئيسية سحبت كل مسؤولياتي إليهم، لن أضطر تحمل أي مسؤولية بعد الآن. لقد غادر السكان بالفعل، لقد أصبحت مدينة مسكونة بالأشباح. لن نتمكن من تجنيد 800,000، لكن لا توجد هناك مشكلة مع 400,000 خاصة أنا. عذرا على المقاطعة ادخل يونشياو، لقد تأخرت قليلا. يونشياو هل أنت بخير؟ لا يجب أن تستمر في التعافي، لقد شفيت بالفعل. بالإضافة أنا رئيس لوجستيان وقائد أركان الجيش الطلبة، إذا كيف سيعساني أن أحضر الاجتماع؟ لا تقسو على نفسك، جسدك أكثر أهمية وهي تلمسه بما أنه تلميذي. لذلك اللورد نرى خجولة، يجب أن أكرس نفسي لحمايته ورعايته. وأنا بطل ويفك ما خطب معلم اليو، هل تعلم هوية الحقيقة؟ مستحيل، من مستحيل أنهم خمن ذلك، لن يصدق أي شخص ذلك حتى ولو قلته. تعال هنا يونشياو، تعابير الجميع تبدو مشكوكة فيها. حضر كرسيًا لأجلس معهم. فتى مثله وجنرالًا أيضًا يفكر. لورد المدينة، بلد المياه معركة، قد حاصر مدينة ضياء الذهبي لمدة 27 يوما من دون أي إخبار تخرج أو التدخل. هذه البلدات صغيرة أمام مدينة السلام الأبدي، قد تم حيازتها من قبلهم أيضًا. إن سقطت مدينة ضياء الذهب أخشى أنهم سيستهدفون تاليا. البلدات الثلاثة هما بلد جبل العنقاء وبلد العنقاء المحلقة وبلد الشموس الثلاث. لقد طلبت من رجال تفحص عدد القوات في كل بلدة، وقد تبين أن كل بلدة تحتوي على حوالي 20,000 رجل. بما أننا لم نتمكن من اختراقات البلدات الثلاثة، لا أعلم لنا بما يحصل في مدينة ضياء الذهبي. لا نعلم كم عدد القوات التي تملكها بلد المياه معركة مدينة ضياء الذهبي، لكن تقديراتي لابد أنهم يملكون حوالي 800,000 رجل. هناك شيء خاطئ بشأن هذا، بدأنا مسيرتنا منذ نصف شهر، لابد أنهم سمعوا بذلك، لكنهم لم يقدموا على أي تحركات بعد. مما يعني أنهم ليسوا خائفين منا، من ممكن أنهم حتى يحاولوا إسقاط لتشان فين ونحن معه. إن كنت جنرال العدو، بمجرد سماع الأخبار كنت هاجمت المدينة وأخذتها، بالإضافة للسفر غربا والحصول على مساحات ذات فائدة أو التراجع للمنطقة أمنا ببقاء جيشهم هناك من دون حركة لا يبدو منطقيا. يونشياو ما رأيك؟ أنا فضول فحسب، بعض النظر عن الإمكانيات التي ذكرها العم تو، لما لا ينتظرونه؟ ليس بإمكانهم القضاء علينا كلنا أن فعلوا ذلك؟ أنت تفهم، لا تفهم الموقف هنا، بمجرد وصولنا ستكون لدينا أفضلية ساحقة من تحت ظل تلك الظروف، لن يتمكن من الاندفاع، سيتجرون على الانتظار إذا وقف فقط إذا كانوا يمتلكون أفضلية علينا. بما فكرت به هو عدتهم وليس قواهم، ماذا إن كانوا كلهم محاربين قتاليين؟ 800,000 محارب قتالي، كيف فكرت في هذا حتى؟ جيش الطلاب خاصتك يملك عدد هائل منهم بالفعل. أي أقصد السيد الصغير يون أنه يجب أن نضع حسبان المحاربين؟ صحيح أن أخذنا مقاتلين عاديين، فقوة شياو كينغ وانغ في عالم العناصر الخمسة الملك قتالي كافية للقضاء على 100,000 منهم. إن كان يملك العدو سيد قتالي اسمه، فذلك الشخص الوحده قاد على قتال جيش من 1,000,000 شخص. إنها مجرد نظرية، لا أظن ممكن تدمرت المدينة بالفعل إن كان صحيح. لكن صريحة يمكن تفكير في إمكانية واحدة، إن هدف بلد المياه معركة ليس أخذ الأراضي أو المدن. يونشياو يملك وجه نظر، الآن يجب أن نتكلم مع العدو. يا ضابط التجنيد، اختر 3,000 من النخبة وقم بالبحث في أمر بلد المياه معركة. أرسل تقارير إن وجدت أي شيء. حسنا سيدي.
يوان زيجين خذ حراس المدينة وقم بإدارة الأمور ما خلف الستار، أما بقية الموعود وأماكنكم منتظر الأوامر. حسنا سيدي، مفهوم. أنا ينطلقون الخارج، وبطل يخرج مع المعلمة، وأنا جالس تأتي مع المعلمة ليو. نحن في الباب الفعل، يمكن تدبر أمر يعودي من فضلك، وتقول لم أجد مكان أقيم فيه بعد. بما أن هذا المكان يبدو واسع سأبقى أنا فحسب. ها؟ وتكون النهاية. أتمنى يعجبكم المقطع وتضعنا لايك واشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم.